تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى جولتنا الاقتصادية. ابتكار يجمع بين قيمة الرفق بالحيوان وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة، هكذا جاءت فكرة الطالب الإماراتي محمد سالم المناعي ليوفر مصدرا لشرب الحيوانات السائبة اعتمادا على استخدام الطاقة الشمسية. نتابع. من المبتكرين الراغبين في تحقيق تغيير مجتمعاتهم إيجابا ونحو الأفضل هو محمد سالم المناعي، طالب مبتكر يقف عند أكبر مشكلة تواجهها الحيوانات في بيئته الصحراوية، فيوفر لها نظاماً ذكياً للسقيا ويمنع من هدر المياه. هذا هو نظام تزويد بالماء ذاتي التشغيل لتزويد الحيوانات السائبة بالمياه في الصحراء والبراري. يستمد الطاقة من الشمس من خلال طاقة ألواح الطاقة الشمسية، ويساعد تشغيل المضخة هذه اللي تضخ الماء المياه من البئر للخزان العلوي. الخزان العلوي في دائرة كهربائية تحافظ على مستوى المياه في الخزان هذا، من خلال الجريان الطبيعي ينزل المشارب الحيوانات السائبة اللي تشرب من المياه. ابتكار محمد ينضاف إلى سلسلة مشروعات تتبلور عادة داخل هذه المختبرات وتنتظر من يأخذ بيد أصحابها إلى أفق أرحب. كذلك نقدر نستخدم هذا النظام في البلاد الفقيرة، ونقدر نستعمله كمشروع سقيا ماء، مثل ما تشوفون أنه يطلع الماء للحيوانات السائبة وكذلك للمناطق اللي ما فيها مياه للبشر. حلمنا أن يكون هذا مو فقط مجسم واحد موجود في الصحراء، مجسمات عدة موجودة في الصحراء، وهو يعني يقدم شيء كبير وتكلفته بنسبة ما غالي شوي، لكن يقدم شيء كبير، لأن المياه مو بشيء بسيط على البشر أو الحيوانات، فهو مصدر أساسي للحياة. ويبقى دمج تقنية الطاقة المتجددة والاستدامة في احتياجات الثروة الحيوانية مشروط بتحويل الأفكار إلى منتجات حقيقية. في طريق عودتنا من مختبر ابتكار محمد المناعي، عشرات الجمال نشاهدها منتشرة هنا في صحراء الإمارات، ولو تجسدت الأفكار إلى واقع لركضت تلك الحيوانات شاربة مرتوية من تقنية أحواض تطفئ عطشها في هذا القيظ. مصطفى سكحال لليوم على الحرة، رأس الخيمة. ابتكار محمد المناعي أهله للحصول على منحة علمية لدراسة الهندسة بفرع جامعة روشستر الأمريكية للتكنولوجيا في دبي.